أو نكمل. النبي مكلمه ده حبيبي ده. باستضافة المجري النجم الكبير مصطفى عبده للوالد والأب والرياضي الجميل المحترم الخلوق اللواء عبد المنعم الحاج. اللواء عبد المنعم الحاج عشان تتكلم عنه عن علاقتنا الشخصية كأبناء له تتلمذنا على إيديه في مجالات عديدة من مجالات الرياضة، إدارة وفن اللي هو التدريب يعني وإنسانيات. في عديد الأشياء التي تخص الرجل الجميل والقيمة الرياضية المتميزة اللي هو عبد المنعم الحاج على الصعيد المهني، وضابط شرطة كبير وصل لغاية رتبة اللواء أعلى رتبة في الشرطة، وكان في مجال اتحاد الشرطة الرياضي له بصمة كبيرة جدا على مجال الإدارة الرياضية، تدرج في المناصب إلى أن أصبح رئيس لنادي الترسانة. على صعيد التدريب بعد اللعب والنجومية مع نادي الترسانة أصبح مدرب منتخب مصر يا جماعة، مدرب منتخب مصر المصريين يعد على أصابع اليد الواحدة خصوصا اصحاب البصمه. انا اتوقف في مسيره اللواء عبد المنعم الحاج من خلال رؤيتي لشخصيته ومتابعتي لتاريخه عنده نقطتين اتنين كثر هم المدربين المصريين اللي بذغ نجمهم في الخليج، من بينهم اللواء عبد المنعم الحاج في قطر، لكن في نقطه واحده تميز وتفرد بها اللواء عبد المنعم الحاج الا وهي قيادته لاشهر مباراه واقوى مباراه ضمت منتخب من نجوم العرب ضد فريق هولندي. انا بتكلم على الفتره والنجوم اللي تدربوا تحت قيادته ولو على يومين ولعبوا المباراة وقدموا أداء مشرف جدا وقدمونا ملمس أو ملمح من ملامح الوحدة العربية الرياضية اللي احنا بنتمناها. الملمح الثاني في شخصية اللواء عبد المنعم الحاج اللي هو تفرغه ونذر كل وقته وجهده وماله لخدمة قدامى الرياضيين من خلال جمعية قدامى الرياضيين اللي بتعمل عمل إنساني رفيع المستوى. ربنا يمتعه بالصحة والعافية وربنا يكثر من أمثاله، وياريت نستمع إليه كثيرا والجيل الجديد يسمع للواء عبد المنعم الحاج. بشكر مرة تانية فريق الإعداد بقيادة الصديق العزيز محمد القوصي، بشكر المجري النجم الكبير مصطفى عبده إن بيقدموا للجيل الجديد والجيل اللي احنا تتلمذنا على إيديه نستعيد معه الذكريات، والجيل الجديد يتعلم حاجة جديدة من قيمة وقامة رياضية كبرى بتفتخر وتعتز بها الرياضة المصرية هي اللواء عبد المنعم الحاج. ولأن أنا بشكر